رجعنا من بعد الفاصل مع ضيفتنا الجميله الفنانه مي عبد الله. مساء الخير. مساك الله بالنور. مساء الخير مي. هلا حبيبتي. معنا تقرير وراح ندردش معك. اوكي. هي مي. اي. شفنا التغريده انت قاعده تبتسمين. اي ابتسم. ان شاء الله دوم. ان شاء الله يا رب. اليوم ما شاء الله نخزي العين 13 سنه وانت بالمجال الفني، اخذتي مكانتك كممثله ولا لا؟ الحمد لله، بس عندي اكثر. نعم. يعني عندي اشياء اكثر ابي اقدمها. على اتكلم عن النجوميه، اليوم مي تشوف راضية نفسها نجمه؟ طبعا. نعم. طبعا راضيه كل الرضا، بس ان شاء الله يعني عندي وايد اشياء للحين ما طلعتها. ان شاء الله. ان شاء الله. مي اختفيتي سنتين او اكثر تقريبا. صح. هل هي كانت امومه ولا كانت تجميل؟ لا كانتي شايفتني تغيرت. تغيرتي؟ لا لا متغيره. لا انا كاني نفس ما انا بس ضعفت شوي وغيرت ستايلي، لكن طبعا المدة اللي انا اختفيتها اكيد عشان اكون مع بنتي الفترة اللي هي كانت المفروض اي ام تحتاجها فيها. يعني يعني تصرحين اليوم على قناة العدالة انك انت مو مسوية ولا شيء؟ ولا تجميل ولا ابرة ولا هالكلام كله ولا نظارة ولا ما سويت غير اسناني بس كاهي. طيب ما اليوم انقطاع السنتين شوية ما اثر عليك فنيا؟ يوميتي قد الساعة تغيرت ولا الوضع كما هو؟ لا طبعا اكيد اثر علي، اكيد خلنا نكون واقعيه، اكيد. نعم. اثر علي وايد. بس انا لو كنت اختفيت لسبب اخر غير الامومه او اني اكون مجابله بنتي. نعم. كنت راح اكون زعلانه، بس بالعكس انا وايد مستانسه، ولما رجعت بديت اوقف مره ثانيه على ريلي كنت. نعم. سعيده واسوي شيء كل شيء بسعاده يعني، بس مو حزينه على الفتره اللي طافت. يعني لما رديتي نفس مكانتك ولا قلت المكان؟ لا طبعا قلت، اكيد انا تاثرت. نعم. وكان في ناس طلعت بعدي ونجموا اكثر مني. بس انا لما رجعت كان عندي حظ وايد قوي والله وفقني، وبديت اشتغل اعمال وايد قويه، فما اهتز وايد شغلي اللي قبل. دائما بتكلم بدام انك اختفيتي هالسنتين هذول او ثلاثه او أي. اكثر. أي. ليش حياه بيتك خط احمر؟ مع ان اليوم السوشيال ميديا ما شاء الله الخصوصيات اي كل واحد حر، بس انا عندي البيت له قدسيه خاصه. يعني انا عندي حياتي الخاصه انا، يمكن غيري هو كل واحد حر. بس انا اشوف ان البيت قدسيه وملكيه خاصه. ما تحسسين ان الخصوصيات فيها شهره اكثر اليوم؟ هو ممكن اي شو اكثر تسوين سبوت على منطقة معينة الجمهور يكون حاب عنده فضول يعرف شو تسوين فيها، بس انا لا، انا ما ادور الشهرة. يعني انت مو من رواد الشو؟ لا كلش. نعم. كلش من اول ما بديت للحين ابدا. طيب اليوم انا بنتقل معاك الى الاجر، طبعا اكيد الاجر تغير بعد. لا شلون الواحد اجره يزيد؟ لا من الفترة اللي قطعتيها يوم رديتي. قلت لك انا حالفني الحظ ورديت. نعم. اشتغلت شيء اسمه حصري نفس. نعم. الاحتكار كم سنه فما تغير. نعم. فما تاثرت. لا يعني اجرك اليوم ارتفع بزياده عن الفتره اللي طافت؟ اكيد الاجر طبعا يختلف عن قاعد تشتغلين اعلانات الحين ولا بس تمثيل ومسرح؟ ما قص عليك، اذا في اعلان الشيء منتج زين اسويه. زين كم تاخذين على المنتج؟ ما احب اقول. ليش؟ بس لا لازم عشان اعرف. لا ما احب اقول. يعني 1000 وفوق ولا 1000؟ ما احب اقول. غني انا ما اعرف الرقم. كلنا لايف بس مو شيء. زين بتكلم عن بنتك بيري. تفضلي. اول شيء شنو معنات بيري؟ بيري معناته توت. التوت. التوت. ايش معناه يعني بيري؟ لانه وحامي فيها كله كان عن التوت. وانا كان عندي صديقه من زمان اسمها بيرلا، كنت وايد احبها واختفت فجأة هدوا الكويت وكذي، فكنت احب الاسم مع وحامي مع كذي، فحبيت ان انا اسميها بس بيري. بس معناها انك تغنين؟ ها؟ تغنين؟ كلش ما اغني، انا ادي. انا نشاز. اذا بنسمع منك اغنية حق بنتك بيري. اي اكيد اذا بيري اغني لها. يا نسمع. نسمع شو اغني؟ شو اقول؟ اللي تبينه. بس يا جماعة لا تسكرون التلفزيون. اغني حبيبة امها. يلا حبيبة أمها يا إخواتي بحبها، بيري بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بيري شطرة ونمرها كويسة. الله يخليها ليك إن شاء الله. بس صوتك حلو، يعني في مجال ألبوم؟ لا أكيد لا.
اكيد لا، ما اعرف انا يعني مالي بالغنى كلش، بس في اداء ما شاء الله. صاحب بلين كذاب، انا تمثيل بس. طيب مي، اليوم احنا نسمع عن جروبات بالوسط الفني، وحسب معلوماتي ان انت مو محسوبه على جروب معين. اكيد. مو شايف ان هذا الشيء قاعد يقلل حظوظك بالوجود؟ اليوم الجروب احنا بالسابق كان يسمونها شلليه. صح. انا ضد هذا المسمى، مسمى جروب الطف واحسن، وكل منتج من حقه يكون هذا المجموعه صح مالتها. صح صح، ما اشوف شغله فيها عيبه. لا طبعا. اكيد. انت اليوم مو شايفه عدم وجود في جروب معين قلل حظوظك في الوجود؟ لا بالعكس. نعم. بالعكس، انا اشوف ان اشتغل مع الكل. حلو. كل الجروبات، كل الناس على عيني وعلى راسي، كل زملائي، احسن ما انا نحسب على، يعني هذا بالنسبه لي انا، احسن ما انا نحسب على اشخاص معينين. بيكون عندي فرصه ان انا اشتغل مع الكل، اذا انحسبت على ناس معينه مضطره ان انا. يعني ما في خلاف مع احد اليوم؟ لا لا ابدا ابدا، ما عندي خلاف مع اي احد الحمد لله. يعني علاقتك طيبه مع الكل الحمد لله؟ طبعا الحمد لله. شيء حلو. اكيد. اي عمل تركتي فيه بصمه؟ تتذكرين متى بدايتك؟ اتذكر طبعا اول بدايتي الدنيا لحظه مع حبيبتنا سيدة الشاشة الخليجية. نعم. ماما حياة الفهد، مسي عليها. يعني طبعا مسي عليها بالخير، واقول لها كل عام وانت بخير، وكل المشاهدين وانتم بخير يا رب. نعم. طبعا كانت فرصة كبيرة. نعم. وجميلة. كان دور بطولة معاها بنتها بالدنيا لحظة ما انسى. نعم. اخراج المبدع محمد دحام الشمري. نعم. كانت التوليفة كلها. يعني اول مسلسل اليوم اللي ترك لك يعني اول بدايتي، اول بدايتي. نعم. يعني اول بدايتي كانت كان توفيق من عند الله. نعم. ولدرجه ان انا كنت بالتصوير، فكنت اقول لمسوزان يعني انا راح امشي بالشارع الناس تشوفني تعرفني. نعم. تقول لي اي بس صبري شوي ينعرض العمل، وكان. نعم. خذ صدى كبير جدا بكل، حتى يعني بالوطن العربي قاموا يتابعونه، بلبنان بمصر الدنيا لحظه خذ وايد. نعم. اكبر نسبه مشاهده. طيب الدراما السعوديه اليوم ليش تواجد؟ اشتغلت قبل هوامير الصحراء طبعا من ضمن الاعمال. اي هوامير. نعم. الصحراء. نعم. عذاب، اشتغلت ثلاث افلام بطولتي مع شركه الصدف، صورناها بسوريا بلبنان والرياض. بس هوامير الصحراء كان شويه دور مؤثر جدا. اي هوامير الصحراء لانه كان. نعم. ثلاث اجزاء. نعم. وكان يتكلم على فئه معينه بالمجتمع. المجتمع. نعم. اي فخذينا صدى. نعم. وكان الجروب كله وايد حلو، وكان الاخراج بعد ما شاء الله، يعني المخرج ايمن شيخاني مخرج كبير ومعروف بالدراما السورية. وانت دورك كان ترى وايد قوي بعد. اي الحمد لله وايد كان حلو. وايد كنت مي اليوم برايك الفن انت ماخذتها هوايه ولا كمهنه او في شيء اكثر من كذي لك حق الفن؟ انا ماخذتها الاثنين هوايه. نعم. ومهنه. يعني انت لو خذيتي هوايتك مهنه راح تبدئين فيها. نفس الصنعة. نعم. الإنسان لما ياخذ صنعته مهنة راح يبدأ فيها وايد. فأنا ماخذتها الاثنين. حلو. اليوم المجاملات في حياتنا موجودة كأشخاص. بنتكلم عن الناس الموجودين داخل الوسط الفني، وأنت واحدة منهم. طبعا. هل اليوم وصلتي لمرحلة المجاملة على حسب دورك؟ جاملتي؟ على حساب وجودي. وجودك. طبعا أنا أجامل أكيد. نعم. يعني في ناس أكيد مثلا مضطرة أجاملهم. أنا ما أكذب عليك، أنا مو مثالي وايد. نعم. فيني نسبة، بس أنا أحب أجامل أكيد. بس اليوم مجاملة لمجرد الوجود بس؟ لا مو لمجرد. ها. الوجود، لمجرد عدم الخلاف. يعني اليوم أنا ممكن أجامل في أجر، ممكن أجامل بس في دور إنه ما يقدم لي شيء وأسويه على أساس إن هذه مجاملة؟ هل ممكن يضرك أنت كشخص؟ لا أنا مو قاعد أتكلم عن الأجر، أنا قاعد أتكلم عن أشخاص. نعم. يعني مثلا عشان ما يصير خلافات لازم أجامل، لازم أسكر الموضوع. يعني لو صار في نقاش بيني وبين أي أحد عشان ما ينقلب خلاف بجامل، بسكر الموضوع وأجامل. أنا عامة ما أحب يكون في خلافات. حلو. بحياتي داخل شغلي أو بحياتي يعني. نعم. طبيعية، ما أحب الخلافات، أنا بعيدة عن المشاكل. يعني زين، شفت هالمجاملات اللي قاعد تجاملينها فيها الناس، اليوم ندمتي على عمل قدمتي؟ شوفي أنا كلمة ندم مو بقاموسي، أنا ما أندم لا على علاقات ولا على أعمال ولا على شيء، أي شيء دش بحياتي وأنا سويته باقتناع حتى لو ما ضاف لي، حتى لو ضرني ما أندم عليه. وهالحكي اقول لك ياه الحين، يعني مي من 6 سنين او من 7 سنين اختلفت كليا، انا ما كنت قبل كذي، كنت اندم وازعل واتضايق واعصب وكذي، بس الحين ابدا. شو اللي غير مي اليوم؟ ما ادري، النضج على الامومه، على البيت، على المسؤوليه، وايد اشياء تساعد انك تتغيرين. في ناس اشخاص حولنا يغيرونه،
تكتسبين منهم الصبر القوة يمكن. طيب اليوم في كلمة وايد يرددونها الفنانين أو غير الفنانين أن هناك في أزمة كتاب، أنت مع هذه المقولة بصراحة؟ يعني أزمة كلمة كبيرة، يعني بالنسبة لي لهم هم رأيهم هم حرين فيه، أزمة لا كلمة كبيرة، بس يمكن في قلة عناصر في الكتابة، بس احنا عندنا ما شاء الله في كتاب وايد ولهم اسمهم ومميزين، فأنا أعتبر كلمة أزمة لا كبيرة على الموضوع. اليوم حتى اليوم الانتقاد وصل إلى مستوى المسلسلات كل سنة، نتكلم عن رمضان تحديدا لأنه هو الزخم الكبير من الأعمال، صارت الفكرة واحدة، يا أحبك يا زعلانة عليك يا نبكي. أها أنت معاي بهالرأي ولا ضدي؟ لا ضدك طبعا. شنو ضدك؟ لأن كل اللي قاعد ينعرض بس مو ضدك. لا لا لا، أنا على هذا المحور، على هذا المحور. أي يعني إحنا مسلسلاتنا ما فيها بكي ولا فيها حب ولا فيها بس قرار، بس هذه كلها أمور واقعية، بس نفس المسلسلات نفس الفكر نفس مو كل شيء نفسها. لا غير الاسم بس، بس دائما يصير سلبي، دائما يقدم صورة المجتمع الكويتي بصورة سلبية، احنا ما نبي نقدم شيء سلبي. هو ما في سلبي سلبي، يعني هي قضايا لازم تنعرض. هي قضايانا واحده، يا اما انا اكون ثري وعندي فلوس وعايشين قصور، يا خيانه دخلنا في موضوع الخيانه الزوجيه. لا انت ما تتابع، لا انا في وايد قضايا غير تتابع. هذا الواضح، مو كلهم الا اذا انت ما تحب تشوف. انت كم مسلسل مثلتين ونفس الفكره؟ وايد كلهم نفس الشيء. وايد لا والله وايد. لا انت هم راح هم قاعد جاملين. لا لا مو قاعد جاملين. شوف انا بشغلي ما يعني لازم اكون صريحه معك. في ادوار سويتها مكرره بس بنسبه خفيفه. لكن انا القضايا اللي قاعد اشوفها الحين وايد اشياء جديده انفتحوا وما شاء الله عليهم، قاموا يطرحون اشياء ما كنا نحلم ان هم يعرضونها الحين. احنا ان شاء الله رمضان قريب جاي بالطريق، وراح نشوف الدراما والمسلسلات وراح اسمي لك اياهم، بقول هالمسلسل وهالمسلسل وهالمسلسل شو الفرق بينهم. فيصل ما دام احنا بالدراما رمضان، شنو جديدك مي 2017؟ انا للاسف ما عندي شيء برمضان هالسنه، لأن المسلسل انعرض قبل رمضان اللي هو ليش يا جارة، بطولة نخبة كبيرة تو يعني آخر حلقة من كم أسبوع، بطولة نخبة كبيرة من نجوم الخليج منهم الأستاذ عبد الرحمن العقل، الفنانة الجميلة هدى الخطيب، الفنان خالد عجيرب، الفنان ميس قمر، وايد فنانين معانا حلوين يعني. طيب اليوم أنا بنتقل معاك إلى محور جدا مهم، وأنت موجودة بالسوشيال ميديا متواصلة أكيد، قاعد تشوفين المشاكل اللي قاعد تصير بين الفنانات وما يحدث. شو السؤال؟ انت حكم انك بالوسط بس لك عن الوضع، انت شلون شايفته؟ امر طبيعي عادي؟ ممكن انت توصلين لهذه المرحله لو احد يا بسيرتك مثلا الموضوع تردين عليه بنفس المكان؟ لا لا انا لا، انا لا، ومو شايفه ان الطرف الثاني غلط، انا شايفه ان كل واحد من حقه يسوي اللي هو يبيه، وانا مو بوضع ان انا انتقد حتى اللي يسوون مشاكل، مالي شغل، كل واحد وكيفه، كل واحد شلون يحل قضيته او مشكله عنده هو براحته. انا يعني اشوف ان يعني حريه شخصيه. شايف اليوم السوشيال ميديا في اهميه حق الفنان ولا شيء عادي؟ طبعا يعني شغلنا لازم يكون في سوشيال ميديا، يعني يمكن انا اخر انسانه سويت واتساب، اخر انسانه سويت انستغرام، اخر انسانه سويت سناب، بس كنت مضطره لان لازم اواكب كل هالمواضيع. الحين انت في اكونتات الرسميه لك تقدرين تقولين، تصرحين عن عمل، تصرحين عن اشاعه، تصرحين عن يعني في وضع معين تخدمك السوشيال ميديا، تخدم وايد يعني. جربتي تخوضين الدراما المصرية؟ هي فكرة مستحيلة بالوقت الحالي، بس عندي أصدقاء وايد من الوسط الفني المصري، وعرضوا علي كذا مرة، بس أنا حاليا ما أقدر، لأن أنا شايفة إن كثر ما أقدر وقتي البيتي والبنتي، بس عشان اخوض تجربه مصر يبي لي 24 ساعه اكون بالبلاتو، خصوصا هناك صعوبه الدراما عندهم اصعب من الكويت بمراحل. اي يعني لازم اكون متواجده 24 ساعه هني، لا اقدر يعني مو طول السنه شغاله انا. بس ما يبعد عن سالفه الوقت، تقدرين تخوضين هالامكانيه هذه؟ طبعا اكثر، بس هي الخطوه الحين مؤجله، يعني مؤجله وايد يعني
كم سنة على ما تكبر بيري شوية. احنا مكملين معاك لكن بعد الفاصل. ان شاء الله دوم هالابتسامة مي حبيبتي. تجربتك مع طارق العلي الظاهر في تجربة حلوة. طبعا تجربة وايد انا اعتبرها ثمينة. انا اشتغلت مع الغالي الدكتور اخونا الكبير طارق العلي النجم. طبعا وجه له تحية. طبعا وجه له تحية. اشتغلت معاه من قبل يمكن نص اعمال شركتهم. نعم. شركة فروق اللي يملكها. أذكر منه هذا ولدنا كان من ضمن الأعمال. هذا ولدنا. نعم. خالي وصل من طق طبلة. نعم. وايد أعمال اشتغلت. نعم. معاه. نعم. فهو مو غريب علي. نعم. يعني ما يعني اللي يصير بكواليسنا بالمسلسلات. نعم. بالتصوير مع أبو محمد هو اللي صار بالمسرح. نعم. فما كان غريب علي. نعم. تجربة وايد كبيرة لأن أول مرة بحياتي أوقف على مسرح الكبار. نعم. يعني من أول ما بديت لليوم وأنا كنت أقدم بس مسرحيات للأطفال. فعشان كنت أخطي هالخطوة كان وايد صعب ورهبة وخوف وكل شيء لأنك بتقابلين جمهور كبار جمهور واعي ما يضحك على أي شيء نفس الطفل ما يجامل يعني الطفل ممكن يجامل فنان يحبه لكن جمهور الكبار لا. فوالله للأمانة لما قال لي أبو محمد وعرض علي. نعم. كنت خايفة وايد. نعم. بس بعدين حبيت وايد الفكرة. نعم. وقلت له أن أنا أبي أكون معاكم طول العمر يعني أنا ما أتخيل نفسي الحين مسرح برا مسرح الأستاذ الكبير طارق العلي. طبعا اليوم الاستفادة من المسرحية اللي قدمتيها اليوم خصوصا أنه في شيء جديد أن المسرحية موسمية يعني سنة بعد سنة بعد سنة سنة كاملة. أي سنة كاملة. فاليوم ما شفتي صعوبة في هذا الشيء؟ كنت الأول مفكرة كذي. نعم. يعني أول شيء فكرت إن سنة كاملة. نعم. وشلون بنقول كل مرة نفس الحوارات نفس الحوار ممكن ملل ممكن أي بعدين اكتشفت لا ما شاء الله عليه أبو محمد كل عرض يقول لنا الحوارات بطريقة ثانية بشكل ثاني. نعم. ونضحك إحنا نموت على أنفسنا من الضحك على المسرح. نعم. فلقيت ما في ملل وأصلا اليوم اللي ما كنا نعرض فيه كنت أحس بضيقة خلق يعني شو أقول لك ممتع شيء ممتع يمكن لأن إحنا مع أبو محمد يمكن لأنه هو له تكنيك خاص له أسلوب خاص يعرف يساعد الفنان. نعم. يعني لو فنان أول مرة على مسرح الكبار ممكن يقول لي تعالي قولي هالإفيه أقول له هذا الإفيه لك يقول لي قولي عنده تشبع ما شاء الله عليه فيساعدنا كلنا ما عنده أنانية أبداً. مي من خلال عرضك حق المسرح ويا هل منعتي من مسلسلات أو ما شفتي لك أشياء ثانية ولا بس استمريتي على المسرح؟ لا بالعكس بالعكس صورت أشياء وأنا بالمسرح يعني أنا ما أشوف فيها يعني أنت إحنا عندنا بالمجال تقدرين تنسقين إذا كنتي بتصورين أو مسرح نقدر إن إحنا ننسق بين الاثنين فما فيها صعوبة أبداً. اليوم كثير من الناس خصوصاً الفنانات يقول لك إحنا نخاف نوقف قدام طارق العلي. ريال ما يرحم على الخشبة. أيه. ممكن قطه يضحكون العالم سنة قدام. ما خفتي؟ لا ما خفت. نعم. ما خفت لأن أنا أعرف أبو محمد يعني. نعم. أعرفه فمتعودة عليه وعارفة أن أبو محمد يعني ما يقدر يحرج أحد على المسرح. نعم. ما يحب هو طبيعته وايد طيب. نعم. حتى في طفولة أنا عارفة شلون أنا عارفة شخصيته. نعم. ما يحرج وما ما يأذي على المسرح. من ما يحرج؟ هو شلون ما يحرج؟ يعني طارق إذا قاعد قدامه واحد وقط عليه قطة ما يحرج، علم اللي يحرج. وين قصدك من الجمهور ولا إحنا؟ لا لا الجمهور واللي ممثلين بعد. أنا ما أدري أنا ما أنا أتقبل منه. أنا أحب الشغل معاه. في ناس ما تتقبل طبعاً هالموضوع هذا، بس هو شلون معاكم خلف الكواليس؟ خلف الكواليس انا اقول له دائما في مسرحيه ثانيه. نعم. يعني لو انعرضت ممكن نقعد فيها 5 سنين 6 سنين خلف الكواليس تحسين ابونا كلنا. نعم. يعني ما يقعد ياكل الا لما كلنا نكون موجودين يا فلان يا فلانه ينادينا بالاسم يحاتينا ترى انا مو قاعد اجامل ويمكن شهادتي فيه مجروحه لا هذا حتى الكلام سمعناه احنا من اشخاص ثانيين من الاشياء الجميله صح في ابو محمد فنان طارق العلي انه دائما يحتوي الفنانين اللي يحتوينا كلنا. نعم. بصراحه واذا احد عنده يعني متضايق يقول انت فيك شيء صحيح فيك شيء اليوم وايد قريب انا شهادتي فيه مجروحه يمكن لاني اشتغل معاه وهم راح اشتغل معاه ان شاء الله الموسم الجديد بس
انا والله العظيم اقول اللي بقلبي صدق، هذا احساسي من يعني احساسي اللي يوصلني منه. زين برد على الاجر، انت راح تشتغلين معاه مره ثانيه، هل زاد اجرك عن المره اللي طافت؟ يعني اذا انك حبيتي هالموضوع يعني تبيني اقول لازم ما راح ارد على هالسؤال. انا اسئله الاجور ما احب ارد عليها، ما احب ارد على خافين من العين عيل. لا 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 مو العين، بس احسه شيء وايد خاص ما احب اتكلم فيه، بس انا احبك يعني. حتى انا احبك بعد عمري راح اقول لك. طيب اليوم المشاريع المستقبليه اللي قاعد تجهزينها، في دراما جايه بالطريق يوم غير المسرح ان شاء الله؟ نعم. ان شاء الله بعد رمضان داشين شيء وايد قوي، راح اصرح عنه بوقته، بس شيء وايد مختلف وجديد وانا مستانسه. وهم في مشروع هم جديد علي. نعم. وبس بس بس ما تبي تقولين شيء حصري حقنا؟ هو هذا الحصري، بس انا احب اصرح عن الشيء. تلميحات تلميحات. لا الحصري راح يكون عندي فيصل. اوكي اقول حق لو انعرض عليك مسرح او مسلسل اجر اعلى من اللي انت راح تاخذينه وتقبلين فيه مع منو؟ يعني قصدك غير لا غير طارق العلي. اها اجر اعلى منه. لا انا خلاص انا محتكره عند ابو محمد. يعني هذا اعلان طول العمر. رسمي يعني اعلان رسمي عندنا. لا هو موحتي، احنا مو موقع احتكار، بس انا اتمنى ان انا اكون معاه بكل مسرحياته بكل المواسم، لان انا سعيده بالشغل معاه. حتى الدور ذا غير مناسب عادي؟ لا هو ما يعطي دور غير مناسب، هو يعرف يوظف الفنان صح وما يبخل عليه. ابو محمد مو بخيل مع الفنان، يخلي دوره اذا الدور صغير يكبر له الدور، يفرش له. يعني احنا اول عرض غير اخر عرض، يعني الدور يكبر يكبر يكبر. وغير كذي ما شاء الله عليه، هو اذا الفنان عنده سرعه بديهه معاه ويفرش صح ويقول صح، هو ما يقصر معاه. ما شاء الله مي اليوم على المسرح وانتم واقفين في فطاحله موجوده طبعا، يعني وغير الفنان طارق العلي عندنا خالد العجيرب وعندنا احمد الفري وعندنا ميس قمر ومجموعه كبيره كوميديه. صح. شلون صار كانت التوليفه هذه؟ توليفه وايد حلوه. نعم. يعني بالبدايه ايام البروفات. نعم. من كثر ما كنا نضحك كنا نقول احنا يمكن ما راح نقدر نقول الحوارات. صح. على الستيج. توفقنا كلنا بالجروب هذا مع ابو محمد. يساعدون كلهم ما شاء الله عليهم يساعدون. ما موقف محرج صار لك على خشبه المسرح وما شاف الجمهور موقف، او حتى لو شافه ما حس فيه؟ موقف محرج بغيت اطيح مره. كانت اتوقع هذا شيء وارد ممكن، اي بس ما الحمد لله سكت نفسي. لا تصير تصير، يعني هو كافي الرهبه اللي قبل لا تدشين، كل يعني قبل اول ما تدشين اول خمس دقائق ترجفين على المسرح. هذا لازم، هذا شيء طبيعي. واكتشفت ان الفطاحله اللي انت تقول عنهم كلهم كذي، كلهم خوف ورهبه اول بس خمس دقائق وبعدين خلاص عادي. طيب ما لو نسمع احنا كمشاهدين او متابعين نسمع عن شيء اسمه خروج عن النص. اها المسرحيه ملتزمين بالنص المكتوب ولا فيها خروج عن النص وايد؟ صراحه اول شيء اذا كنت اتكلم عن ابو محمد، فابو محمد دارس عنده دكتوراه في المسرح، فهو يحق له انه هو يخرج عن النص، بس هو يخرج عن النص بتكنيك انه ما يطلع برا القصه كلها. وباطار كوميدي وبطريقه سلسه، وهم بنفس الوقت ما في اي خدش. يعني احنا اللي حوله نعرف هو شلون يوظف الكلمات. بس ما الطق اللي قاعد يصير ما هذا متفق وين عليه. الطق؟ وين الطق؟ في احدى المشاهد اللي قاعد تصير كان يصير في طق. انا ما شفت اي طق. بس مو معك، مع غيرك ما شفت حتى. هذا متفق عليه تتوقعين ولا هو؟ لا لا اكيد، يعني هو على فكره ما في يعني عنصر مفاجاه يجيلك على المسرح الا اذا كان يبي يفتح. ابو محمد شاف الجمهور مستانس فيبي يفتح، بس انا ما لا شفت طق ولا شفت شيء، بالعكس شفت كل الاحترام وشفت كل التقدير. وهم ارجع اقول لك ما اقول كذي لان انا شغاله معاه، لان هذا اللي شفته صدق. ماكو هدايا جديد حق بنتك؟ ماكو شنو؟ اهداء جديد حق بنتك بعد؟ انت يعني انت فاكرين مطربه حسستوني. بس ادائك ما شاء الله حلو، يعني في مجال. في مجال؟ اي بنسمع. انت قاعد تجامليني الحين. انا ليش اجامل؟ ما اجامل. ما ادري ايش اقول يعني، ما في شيء طالبين من الحين. ان نسمع منك الحين. ساعديني قولي ايش اقول.
ما مو حاضرني شيء اقوله. شيء انت تحبينه مو شرط حق بيري. وانت يا قاعد تسمعين شيء عشان تذكريني؟ ما اقدر اقول لك. لا عافيني من الغناء، يعني انا مؤديه، يعني ممكن اغني قصص تنومها كذي، بس ما لا مالي بالغناء وايد. طيب التحضيرين حق المسرحيه الجديده اليوم بديتوا التحضير، اسم المسرحيه بين الكاست اللي راح يكون موجود ولا بعد لحين؟ لا ماكو تفاصيل. هو ان شاء الله احنا قاعد نحضر لها، بس انا مو مصرح لينا، انا اقول ان شاء الله بوقتها كل شيء بوقته حلو. راح نعلن يعني عن بس جروب محمد معروف. والقصة ان شاء الله جديدة. لانه هو يحب التنوع واحنا كلنا مأيدين ان احنا ننوع يعني. اذا يالك نعرض عليك عمل جديد الحين وباللهجة المصرية عادي تنبذينه؟ تحسين ان في شيء نقلة نوعية؟ انا على فكرة انا بالدراما سويت مسلسلين، واحد اسمه حريم أنزروت كله كان باللهجة المصرية، وسويت مع أبو محمد طارق العلي خالي وصل، هم كان باللهجة المصرية. أما بالمسرح سويت معاه أنا، ما كنت ماخذة شخصيتين، شخصية كويتية وشخصية مصرية اللي هي الدكتورة سهام مسرحيتنا قلب البيع، والشخصية الثانية منيرة الفتاة المتطلبة. تحسين كان ترك لك بصمة هذا المسلسلين؟ اي كانوا وايد حلوين. انا ما عندي مشاكل امثل بالدراما الخليجيه باللهجه المصريه اذا كان موظف صح، واذا كان يعني يبيل ان انا فعلا اتكلم مصري، بس اتكلم مصري بس لاني يعني مو شايفتها اذا مو موظفه صح يعني. احنا اليوم سعدنا في لقائك. وانا اكثر. الكلمه الاخيره تحبين تقولينها؟ احب اقول لكم مشكورين وايد على اللقاء الحلو. الله يسلمك. مشكورين قناه العداله، كل التيم. أحب أشكر خبيرة التجميل مشاع العجيل على الميك اب اليوم، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير كل مشاهدينا، ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم. حياك الله. حي. بعد الفاصل من الفقرة الرياضية مع محمد رضا.